أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي إطلاق مساعد افتراضي للتقصي الوبائي الأول من نوعه في المنطقة، وهو نظام يستخدم لإجراء محادثة افتراضية عبر الإنترنت مع الأشخاص بعد حصولهم على نتيجة إيجابية لكوفيد-19، وذلك بهدف توسيع نطاق التقصي الوبائي لكوفيد-19 للتمكن من التنبؤ بأماكن انتشار العدوى والسيطرة عليها.